لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، السور الكونكريتي أهم أسباب عدم عودة النازحين إلى مناطقهم شرقية مدينة الفلوجة. صحيفة المدى، ائتلاف علاوي هيئة المساءلة والعدالة أصبحت أداة لتصفية الخصوم وإقصائهم. في موقع كتابات، اتهامات لمحافظ البصرة بالتعاون مع مهربي النفط والمخدرات واتجاه لتصعيد الاحتجاجات. في الجزيرة نت، برلمانيون لأجل القدس تدعو إلى حماية الأقصى. في العربي الجديد، قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، إيران تبتز أمريكا. في صحيفة القدس العربية، الكويت، قطر لم تحرق مراكب العودة للمصالحة الخليجية. وفي صحيفة الحياة، تنديد عربي لاعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل. السلام عليكم. في البلاد الديمقراطية التي يحشر اسم العراق في قائمتها ظلما وعدوانا، درجت العادة على أن يعطي الرأي العام والمؤسسات المعبرة عنه الإعلام الحر، خصوصا الهيئات المنتخبة حديثا، البرلمان والحكومة وسواهما، 100 يوم للتوثق، ما إذا كانت الهيئة قد وضعت نفسها على الطريق الذي وعدت الناس بها وعلى أساسها حظيت بأغلبية الأصوات. يحدث هذا بتفحص القرارات والإجراءات المتخذة والقوانين اللازمة لها على مدى 100 يوم. وفي ضوء ذلك، يقال إن المؤشرات الأولى تفيد أن الهيئة المنتخبة جادة في الوفاء بوعودها وتعهداتها، أو أنها ليست كذلك، ولا يتردد الرأي العام ووسائل التعبير عن توجيه أشد الانتقاد لزعماء الهيئة ووصمهم بالتضليل والكذب والنفاق، بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى العراقية. ما الذي حصل عندنا في 100 يوم؟ وما الذي فعله مجلس النواب الذي تميز في دورته الحالية بعلو أصوات رئاسته والعديد من أعضائه والضيق الشديد بالنقد الموجه لهم ولمجلسهم؟ من أول ملامح فشل هذا المجلس أنه حتى الآن لم ينجح في تشكيل لجانه المختصة التي لها الدور الحاسم في اقتراح مشاريع القوانين وتدقيق المشاريع والمقترحات القادمة من السلطة التنفيذية. السبب في هذا الفشل هو الصراع بين القوى والأشخاص على رئاسات اللجان، خاصة تلك التي على صلة ببرامج مكافحة الفساد الإداري والمالي والمشاريع الاستثمارية ومشاريع إعادة الإعمار. فاسدون معروفون حرصوا على عضوية لجنة النزاهة ولجنة القانونية واللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة النفط والطاقة والثروات، لجنة الخدمات والإعمار وسواها، مما يؤمل منها تحقيق مطامح ومطامع حزبية وشخصية، خاصة على صعيد العقود والصفقات وتأمين مناصب ووظائف عليا للأقارب والمحازبين، كما كان يجري في الدورات البرلمانية السابقة جميعاً. يضيف الكاتب، الإنجاز الكبير الوحيد الذي حققته هذه الدورة أنها أمنت للأعضاء الجدد رواتب وامتيازات عالية بقرار صدر عن رئيس المجلس في الأيام الأولى من هذه 100 يوم، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً استنكره الرئيس. كما لو أن الذين انتخبوا أعضاء المجلس الجديد إنما أخذتهم الرأفة بأعضاء هذه الدورة ليأمنوا الحياة الرخية لهم ويتركوا سائر العراقيين للفقر والجوع والبطالة والمرض ونقص الخدمات العامة وشرب المياه المشبعة بالملح والملوثة بالفضلات وبالسمك المسموم. هو نائب في البرلمان العراقي وبنفس الوقت محافظ للبصرة، أسعد العيداني سحق الدستور بقدميه بل بمسدسه،
الذي شهره قبل أيام قليلة بوجه متظاهر أعزل عمل سافر أقدم عليه المحافظ، ظهر متحدثا ومتحديا كل شيء بقوله: أنا باق في منصبي ولن أغادره. والتحدي الأكبر هو تهديده لشاب بصري بالسلاح بالصوت والصورة، وكل العراق صامت إزاء تصرفه هذا. مقال للكاتب محمد جعفر الحسن في موقع كتابات. هنا يعتقد المتابع والذي قادته الصدفة إلى مقطعي العيدان إشهاره السلاح بوجه الشاب وتحديه للدستور بأننا نقف أمام رجل عصابة من طراز خاص. الأسئلة الحائرة تبحث عن إجابة تشفي فضول المنتفضين من أجل الخبز والكهرباء والخدمات والكرامة. لماذا رشح أسعد العيداني للبرلمان؟ كيف فاز أسعد العيداني في الانتخابات؟ ولماذا لم يذهب أسعد العيداني للبرلمان رغم فوزه؟ لماذا لم يستقل أسعد العيداني من البرلمان أو من المحافظة؟ كيف لأسعد العيداني الاحتفاظ بعضوية المجلس النيابي وممارسة مسؤولياته كمحافظ للبصرة؟ إن كان يبحث عن دور تشريعي وطني فالبرلمان أمامه، وإن كان منصب محافظ البصرة أقرب إلى قلبه فلماذا يبقى في المجلس؟ ليس كذلك؟ فالقانون سيخرجه مهما فعل، لاسيما وأن بقاءه في المحافظة لن يطول أكثر من سنة واحدة في أفضل الحالات، فأين يكمن سر تمسكه بالبصرة؟ البصرة محنة كبيرة، فثمة من حولها إلى ممر للمخدرات بشتى أنواعها، ثم أصبحت مقراً وممراً لا سيما مادة للكريستال. والحق يجب أن يذكر، فقد فترت أخبار القبض على التجار والمتعاطين للكريستال في المحافظة بعهد العيداني، وربما هذا هو السر الذي يكمن وراء تمسك المحافظ أسعد العيداني بمنصب المحافظ وسكوته عن البرلمان. ثمة معلومات تشير إلى أن العيداني متورط بصفقات كبيرة في هذا العمل، وله شراكة وتعهدات مع أحد شيوخ العشائر بحسب الكاتب. يبدأ الخراب عندما تتحول الفعاليات الفنية والمؤتمرات العلمية والأنشطة الأدبية إلى مهرجانات إعلامية بامتياز، دون أن يسأل المعنيون أنفسهم عن الجدوى من إقامتها ومقدار تأثيرها في المجتمع، وإلى أي مدى أسهمت في حل إشكالية أو إضافة معرفة نوعية أو ترسيخ الأصيل من التقاليد أو محاكاة المستحدث منها للارتقاء بذائقة الجمهور، وما الجديد الذي قدمته الفعالية التي أنفقت من أجلها أموال طائلة، وهل يتناسب حجم الإنفاق مع الأهداف المتحققة؟ أسئلة يطرحها الكاتب جليل وادي في مقال بصحيفة الزمان. نريد فعاليات حقيقية وليس أكاذيب تحبط المبدعين وتحرم البلاد من طاقاتهم. ولكي تتحقق الأهداف والتأثيرات لابد أن تتسم الفعاليات بمستوى عال من التنظيم وانتقاء المشاركين فيها وإعداد سيناريوهات دقيقة، فضلاً عن ضبط التقنيات المستخدمة. لا نريد فعاليات عشوائية يديرها عديمو الخبرة والمعرفة ويتسيدها الفاشلون ويهمش فيها المبدعون. نتطلع أن يكون المبدع نجماً ونجتهد في تسويقه للمجتمع ليكون مثالاً يحتذى به، فما أحوجنا للنماذج؟ هذا إذا كنا أمناء على مؤسساتنا ومؤمنون برسالتنا ومنتمون حقاً لوطننا. أما الذين لا يخطر في ضمائرهم الوطن، وماذا سيقال عنهم مستقبلاً؟ وكيف سيمر ذكرهم على ألسنة الناس؟ فأظن أن ما أتحدث به لا يعنيهم بشيء، ولكني أذكر أن الصدق مع النفس هو المدخل الرئيس للإبداع، وأن التطلع للنهوض بالمجتمع يجسد حقيقة الانتماء للوطن. ومع أن مسؤولية عقد فعاليات سائبة تتحملها الجهات المنظمة نفسها، إلا أن ذلك لا يعفي الجهات العليا من المسؤولية بسبب إهمالها المتابعة والتغاضي عن الإخفاقات واللامبالاة إزاء ما تخلفه من إحباطات لدى الشباب. يقول الكاتب: أسمع وأرى أفراداً من الجهات المنظمة يوظفون هذه الفعاليات ليس للأهداف التي عقدت من أجلها، بل لبناء علاقات ضيقة مع شخصيات أو مؤسسات داخل العراق وخارجه، أو يراد بها تجميل سيرة ذاتية بادعاء المشاركة في فعاليات بعناوين براقة لافتة للأنظار،
وتزيينها بدروع التميز والشهادات التقديرية، ما أستغرب له كيف يرضى أمثال هؤلاء الكذب على أنفسهم وإيهام الناس والفخر أمامهم، وهل من احترام للنفس بأفعال من هذا القبيل؟ البعض يعتبر أن المصالحة الفلسطينية هي الأولوية الفلسطينية في هذه المرحلة، وذلك انطلاقا مما أطلق من تقدير مبالغ فيه بالنسبة إلى ما وقع وما زال واقعا من انقسام فلسطيني، وقد وصل هذا التقدير إلى اعتبار الانقسام واستمراره لأكثر من 12 سنة بمثابة الكارثة، وهي التي عادت على الوضع الفلسطيني إلى ما يعانيه من سلبيات. بل هذا التقدير للموقف لا يعتبر أن ثمة إيجابية واحدة أنجزت في ظل هذا الانقسام، ومن ثم الويل لكل من يرى في الانقسام أي إيجابية، مقال للكاتب منير شفيق في موقع عربي 21. لقد أثبتت التجربة أن الانقسام القائم بين فتح وحماس هو انقسام سياسي واستراتيجي وموضوعي، فهنالك السياسة والاستراتيجية التي يمثلها الرئيس محمود عباس وحركة فتح، وهنالك السياسة التي تمثلها حماس والجهاد، وأصبحت لاحقاً تمثلها الهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى وغرفة العمليات المشتركة التي تضم حماس والجهاد والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والفصائل الأخرى في غزة. أما موضوعياً فهنالك ما هو قائم من وضع في الضفة الغربية بما يمثله التنسيق الأمني المعيب والعار من جهة، وهنالك ما هو قائم من وضع تمثله غرفة العمليات العسكرية المشتركة والهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى من جهة أخرى. الانقسام السياسي والاستراتيجي والموضوعي غير ممكن الحل إلا من خلال حالتين: الأولى المصالحة على أساس غلبة أحدهما، وهذا غير ممكن حتى الآن، وهو السبب الذي أفشل كل محاولات المصالحة، لأن موقف محمود عباس أن تقوم المصالحة على أساس سياسته واستراتيجيته ويصبح وضع غزة تحت اتفاق التنسيق الأمني كما هو الحال في الضفة الغربية. أما الحل الثاني فهو إيجاد نقاط يمكن أن تكون مشتركة مع استمرار كل طرف في سياسته واستراتيجيته ووضع إقليمه. ثمة إيجابية تحققت في ظل سلبية الانقسام جاءت بصورة غير مباشرة، تمثلت بفشل سياسات التسوية التي مثلتها سياسات الرئيس الفلسطيني محمود عباس. مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات خلال أيام، تتجه الأنظار إلى موعد هذه العملية، ومن أين ستنطلق وما هي محاورها؟ وهل ستكون برية واسعة أم مجرد قصف بري وجوي قبل أن يتحول إلى تدخل بري؟ الأهم كيف سيتم التعامل مع إشكالية الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة؟ هل احتمال الصدام مع القوات الأمريكية قائم؟ عدة أسئلة طرحها الكاتب خورشيد دلي في مقال بصحيفة العربي الجديد. في توقيت العملية ثم من يرى أن لإعلان أردوغان عن انطلاق العملية خلال أيام وعلى نحو مفاجئ علاقة بفشل المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي جيمس جيفري في أنقرة أخيراً، سيما لجهة رفض واشنطن طلب أنقرة التخلي عن نقاط المراقبة الحدودية. وعليه يعتقد هؤلاء أن التصعيد التركي يحمل طابع ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية لإجبارها على تقديم تنازلات في المنطقة الحدودية، ولا سيما تنفيذ اتفاق منبج بشكل كامل وإجراء ترتيبات أمنية تضمن أمن حدودها الجنوبية، فضلاً عن خطوات سياسية تؤدي إلى تفكيك سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي لمصلحة جميع المكونات السياسية والاجتماعية في شمال شرق سوريا. ولعل تركيا تنطلق في ذلك من قناعة ثابتة بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن تركيا كرمي تحالفها الناشئ مع كرد سوريا، فضلاً عن قناعة لدى المبعوث جيمس جيفري أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تهزم المشروع الإيراني في سوريا ما لم يتم استقطاب تركيا إلى جانبها في الملف السوري. أبعد من البعد الثنائي في العلاقات الأمريكية التركية، تدرك واشنطن جيداً أن موسكو قد تشجع سراً أنقرة على القيام بعملية عسكرية.
تدرك واشنطن جيدا أن موسكو قد تشجع سرا أنقرة على القيام بعملية عسكرية في شرق الفرات بغية ضرب النفوذ الأمريكي هناك، ولزيادة الخلافات الأمريكية التركية وإلى مزيد من التقرب التركي نحوها، بما يصب ذلك كله لصالح الاستراتيجية الروسية في سوريا والشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذا البعد الروسي الواضح، فإن تركيا بحكم موقعها الجغرافي مستفيدة بقوة من التنافس الروسي الأمريكي، إذ يتيح لها هذا الموقع الاستفادة من الخلافات السياسية بين موسكو وواشنطن، وهو ما يجعل الحصول على موافقة ضمنية من هذا الطرف أو ذاك على شكل صفقة سياسية قائمة لحظة البدء بأي عملية عسكرية في شرق الفرات. برزت في الأيام الأخيرة أزمات حادة طالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الدول الرئيسة في الغرب الأوروبي، واتضح كم أن البريكزيت الذي هز الاتحاد الأوروبي يهز اليوم أكثر المشهد الداخلي البريطاني. وتبين أن الطموح الأوروبي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخذ يتبدد تحت وطأة حركة السترات الصفراء، ومع تعيين حل خليفتها على رأس الحزب الديمقراطي المسيحي أخذ يخبو نجم أنجيلا ميركل التي رافقت صعود وانتكاس الاتحاد الأوروبي عن الاتحاد الأوروبي وضعفه مقال خطار أبو دياب في الحياة اللندنية. تهب على أوروبا عواصف سياسية متلاحقة تنذر بالمزيد من الاضطراب وتذكر بمرحلة ما بين الحربين العالميتين ومآلاتها المعروفة. وفي هذا الوقت تبدو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتبطة بهذا التفكك الذي تراهن عليه كي يتم تطويع الحلفاء تحت راية واشنطن. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأ منذ عام 2008 التقدم في الجوار الروسي، فيرمق الاتحاد الأوروبي لجذب بعضه مراهناً على شعبويين ووطنيين أكثر حماساً للتعاطي مع موسكو. أما الصين البعيدة فتخترق الاتحاد الأوروبي من شرقه إلى البرتغال تحت شعار طرق الحرير الجديدة. إنه نوع من دومينو عالمي جديد تصبح فيه أوروبا الحلقة الأضعف ضمن التوازنات الدولية والقطب الخاسر ضمن نظام دولي متعدد الأقطاب يمكن أن ينبثق يوماً من رحم مرحلة التخبط الحالية والفوضى الاستراتيجية التي تسودها في عالم من دون قواعد حوكمة وفي أوروبا دون ربان في غياب الشخصيات الكاريزماتية. وبالإضافة إلى هذا الاهتزاز الداخلي، يبدو الاتحاد الأوروبي قطباً محاصراً بين كماشة أحادية دونالد ترامب واختراق فلاديمير بوتين. وهكذا ترتسم سنوات عجاف بالنسبة للفكرة الأوروبية التي تتعرض لتسونامي الصعود الشعبوي والهوياتي، وكذلك لإمكانية انعكاس الأزمات الداخلية والتفاوت الاجتماعي الحاد على ديمومة الاتحاد الأوروبي بحد ذاته إذا لم ينبثق مشروع استنهاض ينقذ الاتحاد من كبوته. كشف تحقيق أمريكي أن شركة جونسون أند جونسون كانت تعرف أن مسحوق الحليب للأطفال بيبي باودر كان يحتوي على مادة الحرير الصخري السامة الإسبست، لكنها فشلت في إبلاغ الزبائن لأكثر من 3 عقود. ووجد التحقيق أيضا أن الشركة الصيدلانية كانت قد استخدمت مجموعة من التكتيكات لتشكيل البحوث وحماية العلامة التجارية بيبي باودر، وفي إحدى الحالات قامت الشركة بتكليف ودفع قيمة دراسة وأبلغت الباحثين بالنتائج المرجوة منها، ثم استخدمت كاتبا مأجورا لإعادة صياغة المقالة التي تعرض النتائج. وتركز مراكز التحقيق على مجموعة من الوثائق السرية التي أصدرتها الشركة بخصوص 11700 مشتك يزعمون أن مادة التلك تسببت في إصابتهم بمرض السرطان. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.